بيقولوا إن الأسد هو الوحيد اللي يقدر يقتل أسد تاني زيه، بس القطط البرية دي أوقات كتير بتبقى ضحية لفرستها. في مجموعة من الحيوانات الكبيرة والقوية والشجاعة كفاية إن هي لو دخلت في عركة مع الأسد تهزمه بسهولة وممكن تقتله كمان. مستعد تعرف خصوم ملك الغابة أكتر رعب اللي ممكن يخلوه يخسر حياته؟ النهاردة هنتكلم عن 7 حيوانات وهم بس اللي في قائمتنا بتاعت النهاردة، اللي ممكن يكونوا أكتر من كده كمان، وهنبدأ برقم 7 وهي الزرافة. الزرافة تقدر تقتل أسد فعلا بقوة رجليها الطويلة والقوية وحوافرها، وهي أطول حيوان عنده رجل موجودة على سطح الأرض. سرعتها بتوصل ل 35 ميل في الساعة. تستخدم عضلات رقبتها سلاح في الدفاع زي مضارب الجولف. حجمها بيوصل ل4 أضعاف الأسد، يعني لو وجهت له ضربة واحدة بس تكون مباشرة وصحيحة هتنهي حياته بسهولة. رقم 6، الجاموس صاحب السمعة الزفت، وهو الجاموس الوحشي اللي حجمه بيوصل لنص طن. صدق او ما تصدقش، بس الجاموس يعتبر في الواقع اكتر خطورة من الاسد، ومن المعروف ان زمرة الاسود كلها بتطلع عشان تصطاد جاموس واحد بس، وبيختاروا الضعيف او الصغير، ولو القطيع جنب بعضه مستحيل يسيبوا الجاموسة الصغيرة تتاخد من وسطهم. ولو الجاموس بالغ فبنسبة 99% العملية بتفشل. ولو عاوز تشوف قوة الجاموس بص معايا كده على المقطع ده، شوف طير الأسد في الجو وكأنه هوا بسهولة ازاي. ده مش بيحصل كتير، بس الضباع فعلا تقدر تقتل الاسد بالغ. ممكن يبقى ما عندهاش قوة الاسد، بس عندها ذكاء وخبث ومكر زي مريم ودود اصحابها. الضبع حيوان ذكي واستغلالي ومش مجازف، عشان كده تلاقيه بيعض الجاموس في مكانه ويبتدوا ياكلوه وهو صاحي، زي ما قلنا قبل كده في حلقة كوم ودود رجل. وممكن مجموعة من 20 ضبع تعمل نفس الحركة مع أسد ويقتلوه، وهم تقريبا العدو اللدود للأسد. 4، وده حيوان أنا على المستوى الشخصي بحبه جدا، وإن شاء الله في يوم من الأيام يكون عندي، وهو وحيد القرن أو الخرفان. وحيد القرن هو فريسة طبيعية للأسود، لكن الأسود نادرا لما بتأكل. عنده جلد سميك وقرون كبيرة يقدر يفلق المعدن بسهولة، فما بالك بجلد حيوان أو إنسان. عشان كده أول ما الأسد بيشوفه بيتجنبه تماما وياخد ديله في أسنانه حتى لو كان قاعد سرحان. رقم 3، ونفس الكلام اللي أنا قلته على رقم 4 إن شاء الله يبقى معايا في يوم من الأيام، وهو فرس النهر اللي يبان من بعيد إنه غلبان ومتواضع زي كده بالظبط، لكن في الحقيقة احنا الاتنين شريرين. فرس النهر هو اخطر الثدييات البرية في افريقيا، كل سنة بيقتل تقريبا 500 شخص، يعني اكتر من الاشخاص اللي الاسد بيهاجمهم ويقتلهم. حيوان عدواني بطريقة بشعة، هرموناته متشقلبة، ممكن يقلب عليك في ثانية ويهاجم اي مخلوق. جلده سميك جدا وصعب اختراقه، ويقدر يفتح بقه ل150 درجة، واسنانه دايما حادة ومستعد للعض. ومع الحجم الكبير ده هو برضه رشيق وسريع، وبتوصل سرعته ل30 ميل في الساعة. صيد فرس النهر هو آخر حاجة ممكن يفكر فيها الأسد. 2، الفيلة. الأسد ما بيهاجمش فيل إلا لو كان الفيل ده صغير وبعيد عن رعاية أمه والمجموعة.
لو فاكر ان فيديو الجاموسه اللي عرضناه كان صعب، فتخيل فيل بقوته يقدر يعمل ايه في اسد. الفيل الافريقي وزنه بيوصل ل 6000 كيلو جرام وبتجري 15 ميل في الساعه. اكيد كلنا شفنا حالات قتل اسود لفيل، بس كانت حالات فرديه، بمعنى ان زمره اسود كامله مكونه من 30 او 20 فرد كلها بتطلع تهاجم فيل واحد عجوز او صغير. لان لو الفيلة في مجموعتها الاسود بتختفي من المكان تماما وبتحافظ على المسافة بينها وبينهم، وعارفين حجم الضرر اللي يقدروا يعملوا. رقم واحد وصاحب المركز الاول تايجر النمر. النمر بيقتل اكتر من الاسد لانه بيعيش منعزل عكس الاسد اللي بيعيش في مجموعات، ولو دخلوا في معركة الأسد كتير بينسحب وما بيضطرش إنه يدخلها. في جينات كتير مشتركة بينهم، إلا إن النمر بيتفوق في حاجات. النمر بيوصل ل 800 كيلو، الأسد البالغ بيوصل ل 550 كيلو. النمر مش أكبر بكتير من الأسد، لكن النمر عنده زيادة في كثافة العضلات وبالتالي بيبقى عنده قوة أكبر. في علماء بيقولوا ان النمر اقوى من الاسد بعشر مرات باستثناء حالات الصيد، لان الاسود بتكون اكتر واذكى. وفي سنة 2011 نمر هاجم اسد في حديقة انقرة في تركيا عن طريق الخطأ، لما لقى فتحة في القفص اللي بيفصل بينهم عن بعض. المسؤولين في الحديقة قالوا ان النمر قطع الوريد عند الاسد بضربة واحدة من مخاله، بس لحقوه على الجول الحمد لله. نهاية أكره الاعتراف بذلك لأني منحاز للأسود تماما، بس الغابة ممكن يكون ليها ملك جديد ألا وهو العاق اللي قدامنا ده. وبكده تكون خلصت القائمة بتاعتنا. وفي ناس كتير ممكن تقولي انت ليه ما قلتش المامبا السوداء أو روك بايسون أو الأناكوندا. القائمة ممكن تكون أكتر من كده، بس احنا اخترنا 7 في الحلقة. اخيرا بقى وفي نهاية الحلقة، لو حطينا الاربع حيوانات دول في قفص واحد، مين في رأيك اللي هيقدر يعيش فيهم؟ خلينا نشوف التوقعات.